رؤية غريبة كتبت العذاب ليولد الأمل. من 4 سنين أنا نايمة بقوم من فرشتي بشوف مار شربي قدامي بيقول لي أنتو 9 بالبيت، أخوتك ما حدا رح يدقوا شوكي، بدك توصلي للموت، بدك تتعذبي كتير، ما تفزعي بس كتير بدك تتضايقي. بعد 3 أيام بحس أنا بشي وجع بخصرتي. عملية صغيرة طارئة بتحل المسألة. عملت العملية، تاني نهار قمت فليت على البيت. هلا بس وصلت على البيت من خسرتي وبالنازل كتير بورم، بيقوم زوجي بيلقط التليفون بيدق للحكيم بيقول له هلا بترد على المستشفى. موضوع العملية ما كان الحل، القصة أكبر من هيك بكتير. بس يعمل فحص دم بيبين عندي لكيميا بالدم. زرع نخاع شوكي العلاج الوحيد لهالمسألة، هيك قالوا الحكمة. والموضوع طارئ. هلا بيجي الحكيم عم بيقلنا، بيقول له لزوجي انه مرتك ما في حل الا ما تعمل هاي العملية، وبدنا نشوف اخوتها، حدا من اخوتها يقدر يعطيها، ما لازم يعني من 8 يطلع حدا عنده فئة دمه مثل دمها يقدر يعطيها. انا بالمستشفى من بعد ما قال الحكيم بدي اعمل عملية بشوف شخص مر شربي معي بالاوضة، لحظة بيقول لي ما تعمل العملية، واختفى ما عاد شفته. قلت له لزوجي العملية ما بدي اعملها. رحنا عملنا فحوصات كلنا، اخوتي كلنا رحنا على مستشفى اوتيل ديو عملنا كلنا فحوصات. اخوتي 8 طلعوا فحوصاتهم كل 2 مثل بعضهم، ما حدا طلع فحصه مثل فحصي، لأن مر شربي مش رايد اعمل العملية. هون الحكيم اتعجب، كان عامل لي جلسة وحدة شيميو، بيحكي مع دكتور احمد ابراهيم، بيقول له دكتور احمد ابراهيم عمل لها بعد 3 جلسات وما بقى تعمل لها شيء، لا ما بقى ينعمل لي شيء خلص، هو الجلسات بس انه مثل واحد يعني عم يضحك على حاله، قالنا الحكيم ما في امل. معاناة الشيميوثيرابي ترك وجع كبير بحياة سنة، ولكن طبيب السما كان دايما حاضر ليزرع الامل. هون بهالوقت كان مرشار بالحكيني قال لي بدها تصير صحتك احلى من ما كانت، بدك تتعذب كتير، بدك تقضي كتير بس بدها تصير صحتك احلى من ما كانت. شهر وثمان أيام وسنة معزولة عن الدنيا إلى أن وصل الدواء. في أبونا راهب بيعطيني من قبر مر شربي الحديد اللي بمر شربي بالأوضة الصغيرة، بيبعت لي شقفة حديد، بيدق زوجي منيح، أنا مش واعية، ما كنت عم باكل إلي شهر وثمان أيام معلقين لي أكل، بيدقون منيح بيحطهم بكباية ماي بيقول لي شربي ها شو ها، قلت قال لي من مر شربي، بمجرد ما قال لي من مر شربي شربته. بأقل من 30 دقيقة طلبت سنة أكل، أكل ما أشبع. فحص دم جديد برهن أنه حديد ضريح مر شربل هو الدواء الشافي لسنة. طلع بقى ما بقى في عندي شيء، الالتهاب كان 95% ما بقى في التهاب. بقول له دكتور بول أنا ما خصني في شيء، قدرة إلهية مرتك شفيتها، هالشي ما حدا بيشفى منه ولا ممكن ولا بأي شكل حدا يشفى من هالشي. سنة كتمت سر شفائها لأكثر من 4 سنين، ولكن مر شربل ما سكت عن الموضوع. من شهر قال لي مر شربل عم أبع الخبزات بالمطبخ واقفة، ما شفته بس قال لي بدانتي صوته، قال لي روحي عند حكيمك وجيبي تقرير منه وطلعي على مر شربل قولي خبري شو صار معك، خلي العالم تصير تآمن. بقى أنا هلأ جيت تخبر لأن هلأ قال لي مر شربل من 4 سنين ما قال لي، ولا كل العالم ولا كل العالم تآمن، الإيمان ما في أحلى منه، اللي بيسلم حاله لربه بعيش بأحلى بأحلى عيشي. قصص شربل ما بتخلص، والناطرين كتار، والأيام جاية.